وعدناكم انه حينضم لنا بالاستوديو ومشرفنا اكيد ومنورنا الدكتور والفنان والمنشد العراقي الرائع مصطفى العزاوي. يسعد الله يسعدك. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الانوار. منور وزارتنا البركه. حبيبي حمودي واسيل اهلا وسهلا بكم واشكركم على هذه الاستضافه. ومنورين انتم دائما يعني بالبرنامج الصباحي. نورك يا دكتور شهاده نعتز بها. انا دائما اعرفك ورا الكاميرات ولا اروع الدكتور مصطفى يعني واني من المعجبين بيكم من المعجبين بفنك. مع العلم انا اعرف هوايه فنانين بس انت المميز بقلبك حبيبي. الله يحفظك. هذا من ذوقك. شنو رايك نروح نشوف نبذه او نقول شيء تقرير عن بدايات مصطفى العزاوي وتاريخ مصطفى العزاوي ولو ما احنا ما نقدر التقرير واحد ناخذ؟ كان برايي نروح نتريق سوا. خلاص نروح نتريق. خلاص نشوف التقرير ونرجع نكمل اكيد حوارنا ويا الدكتور مصطفى العزاوي. شفت التقرير دكتور شنو رايك؟ تقرير رائع رغم بعض المعلومات اللي هي يعني شويه قديمه. زين شنو الجديد موجود ويانا حتى نضيف لنا؟ اي اكيد الجديد اول شيء مبارك لك بخطوبتك. الله يخليك يبارك بعمرك دكتور. لا دكتور ما كان دايرينها تطلع الجو شغل ما شفت الحلقه هو ابد بدا ينزعها صار فتره طويله. مو والله دكتور وانت قلت بالمدار انا حتى بنخطب ما البس حلقه. لا ابو انت المدرس مالي دكتور انا يعني انا مسيطر بهالموضوع بس انت تقول لي ما يصير لازم تلبس الحلقه فبناء على طلبك انا لبست. عموما ان شاء الله يعوضك الله. الله يخليك عوضك يا رب. التقرير رائع جدا رغم المعلومات نوعا ما بشوي يعني قديمه لكن اكو بعض المعلومات الجديده اللي هي ممكن انه احنا الان انا متفرغ لبعض الاعمال الفنيه اللي هي من انتاج قناه سامراء راح ان شاء الله يعني تشوفوها قريبا على الساحه الفنيه. وبالنسبه للقنوات الاطفال الان انا يعني نوعا ما يعني تركت العمل في اغلب القنوات بسبب هذه الاعمال توجهت الى مجال اخر وجديد المجال الفني. طبعا كلش حلو. قناه سامراء انتجت العديد من الاغاني وحققت نجاحات واسعه يعني مثل اغنيه حكايات بغداد مثل اغاني الاغنيه مال حضرتك اللي سمعناها قبل شويه. هاي الاغاني حققت نتاج واسع وسمعنا احنا عندك اغنيه تحضرها ان شاء الله. ان شاء الله هو ان شاء الله يعني اليوم وبكره وبعد بكره عندنا ثلاث ايام حنصور الكواليس ان شاء الله. بس اللي محزن بالموضوع دكتور انه انت ابتعدت عن عالم الاطفال واحنا عندنا شحه او نادر جدا ما عندنا ناس عراقيين متخصصين بعالم الطفوله فانت كنت واجهه انك شخص عراقي. انا ما ابتعدت الان مع القنوات انا يغني فقط. وقريب جدا الى الاطفال ويغني شيء للاطفال ومتخصص بهذا المجال. انا شخصيا اشوف يعني احنا عندنا مو عندنا نقص عندنا افتقار تماما لهذا الموضوع. هذا الكلام ذكرته في اكثر موقف. طبعا بالمناسبه انا ما اقول لك تركت المجال غناء الاطفال لكن ابتعدت نوعا ما عن الالتزام مع القنوات الاطفال يعني اصبح مثل العمل الحر في طيور الجنه وغيرها. اي نعم اصبحت انه انا انتج ممكن وانا ازود القنوات ببعض الاعمال. حلو. يعني كمنتج منفذ انا وليس القناه هي المنتج منفذ. فلعده اسباب طبعا يعني يطول ذكرها لكن الان انا يعني في كل فتره لازم الفنان يكون له تغيير او له لوك جديد له ستايل جديد له نوع جديد من الاعمال اللي يطرحها في الساحه في الوسط الفني ايضا. ف في موضوع الطفوله موضوع مهم جدا واحنا بالذات في العراق يعني من مجمل القنوات العراقيه الموجوده الان اللي قد تتجاوز عددها 70 قناه فضائيه ما بين نعم. كل حزب له قناة كل شخصية كل لها شخصية قناة نعم. كل محافظة لها قناة صح. كل كتلة سياسية لها قناة. الآن في كل هذه مجمل هذه القنوات احنا نفتقر إلى قناة للأطفال موجهة بالضبط. إلى الشعب العراقي تحديدا وإلى يعني أطفالنا من العراق بالضبط مثلاً. وهي خطرة جدا يعني موضوع الطفولة جدا خطر ومهم لأن أنت الآن تبني جيل مهم ممكن تغذيه بمعلومات إيجابية أو سلبية وهذا يتحتم على آلية القناة. العفو دكتور موضوع مهم يعني ما كملت لي ارجع الخطوبة تقصد؟ لا ان شاء الله يوم يعني على الزواج معزوم انت ومثل ما قلت لك وقت الزواج ناوي ان شاء الله يعني ان شاء الله 6 اشهر هيك الزواج الاول ولا الثاني؟ لا الثاني ورا سنة. جيد اعلنت اعلنت تراجع للبيت اليوم
دكتور قناة سامرة انتجت العديد من الأغاني، حكايات بغداد وأغنية حضرتك وحق الفنانين عديدين يعني جوا حق الأحيالي وغيره. أريد أسأل الأغنية الجديدة إن شاء الله بدها تحضرها، إحنا حنحضر نصور الكواليس، أريد عنوانها وتتوقع لها نجاح مثل هاي الأغاني والنجاحات السابقة اللي أنت أيضا حققتها. الميزة بهذه الأغنية هي أغلب الجهود اللي راح تكرس في هذا العمل هي من قناة سامراء الفضائية، من ناحية الكلمات هو للشاعر الكبير أحمد هندي، أوجه له تحية من خلال شاشتكم حبيبنا أبو شهاب الورد، وطبعا ألحان الفنان أزهر حداد اللي لحن اغلب الاعمال للفنانين العراقيين ماجد المهندس خصوصا بالضبط وهيثم يوسف وكثير من المطربين، وايضا هي من توزيع المايسترو لؤي عامر، ايضا وجه له تحيه، ومن ادائي طبعا اكيد مو اداء من الجيران يعني. وايضا انتاج الكليب اللي راح نصوره ان شاء الله هو من انتاج قناه سامراء الفضائيه بكوادر قناه سامراء، والمخرج سفيان ايضا نوجه له كل التحيه، والاستاذ حسام غزالي. ان شاء الله يا ربي يعني يكون عمل يعني يعجبكم ويعجب المشاهدين الكرام. القصه اللي راح تكون في الكليب خليها مفاجاه لحد ما يطلع، يعني ما نقدر نطمع هالشكل يعني مقطع هو منها دكتور طالما هي يعني احنا في لا لا الـ اسمعكم في نفس الميدان لا لا نسمعكم العمل، لكن اقصد السيناريو اللي راح يطرح في موضوع الكليب راح يكون نوعا ما فكرة جديدة لم تطرح في بعض الكليبات، هي ظاهرة اجتماعية مهمة جدا احنا يعني بحاجة الى معالجتها والى الوقوف عندها لان كثير مهمة، وبالذات بسبب الظروف الراهنة اللي يعيشها البلد وكل بلداننا العربية. بدينا نشوف هذه الظاهرة، خلوها مفاجأة لحد ما يعني يطلع الكليب ان شاء الله، لكن نسمعكم مطلع من الأغنية نقول بي يا حالي حال الدمع سال يا حبابنا الغياب طال قلبي جريح طير ذبيح بعلوي صوت لكم أصيح طال الغياب طال الغياب روحي لكم مشتاق يا خوف أموت يا خوف أموت وما بعد نتلاق طال الغياب طال الغياب روحي لكم مشتاق يا خوف أموت يا خوف أموت وما بعد نتلاق والله مهين علي فراق هي كلمتين القلب من أعماق والله مهين علي افراق هي كلمتين القلب من نعماق طال الغياب طال الغياب يا احبابنا طال الغياب الله يا احبابنا طال الغياب عصاتك عصاتك يعني من المطلع مبين انه لها علاقه بالتهجير والنزوح وفراق ناس عن ناس يجوز القصه بعدين لا شوي يعني مختلفه شوي مختلفه هو لها علاقه تمويه السر بالعمل احمد من كتب الكلمات انا قلت له اريد هيجي عن طال الغياب عن الغياب عن الفراق الفراق اي للامانه يعني هو كان في بالنا فكره لكن من جينا نوضع السيناريو والستوري بورد للكليب اختلفت كثير الاوضاع اكيد تبدا تتجدد الافكار طبعا هو موضوع الكليب عام ممكن يكون عن اي شيء ممكن عن اي نوع من الفراق بالضبط ممكن زوج عن زوجته أم ممكن عن ابنها حبيب عن حبيبته ممكن بالضبط الأم عن هذا إحنا الآن نصف الشعب
ممكن في الغربة مثلا مثل ما تفضلتي في البداية أنه عن النازحين، ممكن الموضوع يختلف من حال إلى حال، لكن إحنا نطينا ظاهرة اجتماعية إحنا نحاول نعالج بعض الأمور في كلباتنا، لأن الفنان لازم يكون صاحب رسالة بالضبط، لازم يوصل مسج للمشاهد، هذا المسج يكون برسالة قيمة إنسانية مجتمعية، ممكن أن نرتقي بالمجتمع من خلال هذه الأعمال، مو نساهم في هدم المجتمع، بالعكس يعني. أكيد أريد أسألك سؤال دكتور. صعب والله. صعب مو؟ كيفك؟ أحس يعني مو أحس، أكو عالم يقولون شهرة الدكتور مصطفى خارج العراق أكثر من شهرته بالداخل، هذا الكلام صح لا لا؟ ممكن، يعني أنا في بعض البلدان يعني الحفلات اللي أسويها تتجاوز يعني 25,000 شخص، 30,000 شخص. زين ليش يعني؟ هل احتمال بسبب ابتعادك عن الشركات المحلية مثل العراقية؟ لا بس شوف، مو أنا ذكرت لك يعني أنا اللون اللي أقدمه ممكن ما في قناة عراقية تغطي، يعني هذا يتركز في يعني في المرتبة الأولى يعني من الأمور، لكن أنت تجي تقول لي إنه أنا ما عندي شهرة أو من ما في أشخاص يعرفوني، أنا في الحقيقة في بغداد. لا العفو دكتور، لا لا عفو، سؤالي كان لا أنا لا مو نفس العدد يعني، فهمت مو فهمت مو هيك 100% واضح سؤالك حقون يعني مو على الشهرة أقصد بس يعني أنا شلون إحنا نقيس؟ من خلال التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ونقيس من خلال المتابعات والحضور في المهرجانات. العراق فقير في موضوع المهرجانات لمثل هذه المهرجانات، يعني لذلك المقياس صعب شوية، يعني أنا ما أقدر أقول لك بالضبط يعني إيش قد جمهوري في العراق، لكن أنا أكاد أجزم أنه لا يوجد في بيت في العراق أنه لم يشاهد مصطفى العزام. أنا هم متأكد يعني هذا يقينا، بس أنت تحس لكن القاعدة مصطفى العزام وين يعني سواء الجسار بمصر شعبيته أكثر من لبنان، مع العلم هو لبناني. تمام، مو أنت أيضا نسبة السكان لها حضور، طبيعة المجتمع شيء يحب يتابع أيضا، هذا نسبة ثقافة الشعب يعني بالضبط. أنت أكثر شيء مثلا عرفت بأغاني الأطفال. تمام. واللي متعارف عليه أنه إحنا ما نهتم جدا يعني حتى لا نكون إحنا يعني ليش أنا صوت رشا رزق لحد الآن يعني من الطفولة لحد هسه هو موجود. شو تغني كان؟ هواي ريمي مثلا، معظم شارات افلام الكرتون طارق طرقان. نعم يدري هو الدكتور بس يريد يختبرني داريد اسمع صوته. فاكثر الدول اللي مهتمه بعالم الطفوله هي دول الخليج. تمام. فانت يمكن يعني حتى بعض الناس كانت تظن انه انت ممكن خليجي او اردني مثلا، خاصه انت عندك اغاني باللهجه الاردنيه يعني تتقنها بشكل جيد جدا. حكم اقامتي هناك يعني ايضا كان لي بعض الاعمال، بس انت يعني وقفتي مثل على حكايه ساره، طبعا انا كلش اموت عليها هاي الاغنيه الله. هذه فعلا قلت لك يعني انه بعض الاعمال يعني في دول هي بطبيعتها تهتم في هذا المجال، يعني من خلال مثلا الروضات المدارس تكون لهم حصص خاصه طبعاً. انه يشاهدوا لهم فيلم او يشاهدوا لهم كليبات، يعني انا دخلت في روضات او في مدارس مثلا في الأردن أو في السعودية في الإمارات، وجدت أنه بعض الروضات خلين لهم حصص يجلسون الأطفال وفاتحينهم على طيور الجنة مثلا أو على قناة كناري أو كذا، يعني يتابعون كليبات الأطفال، فأنت الطفل بالمدرسة يشاهد يروح للبيت، الآن أصبح النسوان حتى يخلصن من أطفالهم يفتحوا لهم هاليوتيوب ويحطوا لهم لدرجة التهمة وطيور الجنة حتسبب توحد وحالة انعزال للأطفال. اي طبعا، طبعا هي مو القناة، هي المشكلة في البيت، في البيت طبعا، يعني هي ساعات يعني المشاهدة غير محددة للطفل. بالضبط، يعني رب الأسرة أو أم الأطفال هي المحور الأساس في كل هذه العملية، هي اللي تساعد أنه تقوي شخصية الابن أو تساهم في بالضبط هدم شخصيته. يعني دكتور ليش دائما من أسألك سؤال يعني ما تطريني يعني أحس قلبي دا ينشلع؟ أوه حبيبي مو أنت شلعت قلبي. تحز جمهور مصطفى العزاوي الحقيقي بيا دولي؟ مو قلت لك اللون اللي أنا أقدمه ممكن في الخليج أكثر. وين بالخليج؟ يعني بالسعودية باليمن يعني ماكو الجزائر دولة محددة. أي ما في دولة لا، يعني أنا الآن الجمهور العراقي يعد ثاني جمهور، ثاني أكبر جمهور بعد السعودية عندك. إيه.
حلو، يعني الجمهور الاول بالسعودي اسعرف بتقدر تقول اكيد. حلو الله يوفقك دكتور. وطبعا عندي هم شيء عن موضوع الانشاد. بدايات المنشد العراقي دائما تكون بدايات يعني نقول جميله في اطار معين، لكن ما تتطور. شنو الشيء اللي دا يخلي المنشد العراقي مدى يتطور بالرغم من وجود تطور؟ يعني المنشدين بالوطن العربي نلاحظهم في تطور دائما، يعني يطورون بنفسهم، بس المنشد العراقي لا واقف. يعني اكيد عدا حضرتك بس دا احكيك لان كبداياتك كمنشد. هو يعتمد على الشخص نفسه بصراحه. يعني اذا انت اكو في غيرك صعد معناها انت ما استخدمت الوسائل الصحيحه حتى ان تصل. لان احنا كل انسان في اي عمل، الان انت كمقدم برامج جالس، انت الان المفروض يكون عندك طموح، تمام؟ كل انسان من حقه ان يطمح، من حقه ان يحقق اهدافه، لكن هذا يتحقق برسمك للهدف وطريقه وصولك الى الهدف. هذا شلون احنا نقدر نوصل الى الهدف؟ احنا كل فنان اذا ما كان عنده رساله ما يقدر يرتقي الى الهدف بشكل صحيح. يعني واحد هدفه ان يحقق المكسب المالي فقط، ممكن يحقق المكسب المالي، لكن هذا راح يقفل نجمه بوقت معين لا محال. ممكن أنا اليوم كمصطفى مثلا أنا عندي رسالة معينة أريد مثلا العالمية، فرضا أن أصل إلى العالم، والغاية بعدين وصلت للعالمية، شو تريد تسوي؟ لازم يكون عندي رسالة أخرى يعني أكمل مسيرتي، لأنه إحنا الإنسان جبل على هذا الأمر، يعني أنه لازم يكون عندنا رسالة هدف بالحياة. بعض المنشدين وبعض الفنانين هو يريد يكون مشهور بس شلون ما يعرف. المنشد هو نفسه الفنان لو اكو اختلاف؟ لا هو نفسه، يعني نفسه. الفن هو صفة عامة، المنشد ممكن يكون صفة متخصصة في مجال الوطنية والفن الملتزم وغيرها، ولكن أنا مع تسمية الفنان فنان يعني. حلو. يعني طيب مو هذا فرق. هذا دكتور هم يرجع يقودنا للموضوع نفسه اللي هو يعني يمكن في عالم الإنشاد يمكن أكو ناس عندنا بالعراق معروفين كمنشدين، ولكن في مجال الطفولة غير مصطفى العزاوي في الوقت الحالي على الساحة ومن سنوات ما عدنا. فإحنا بالنسبة لنا يعني حرمان دخلوا. حرمان للطفولة أنه مثلا حتى لو تبتعد لفترة معينة هذا شيء يعني بالنسبة لنا إحنا كعراقيين راح نفقد هذا الموضوع. إحنا كنا يعني نتمنى أنه أنت يعني تأسس مثلا فضائية بالعراق تستقطب بها أطفال العراقيين، عدة مواهب بس يعني للأسف كل اللي تقولي أنا سويته يعني يعني أسست قناة اللي هي كناري هنا عندنا بالعراق، هي قناة يعني بالعراق أو خارج العراق، وصورنا يعني وبرامجنا وكانت باللهجة العراقية وطلعنا وكانت لها متابعة بشكل كبير جدا. لكن يعني إلا ما يكون هنالك أخطاء هفوات في بعض المجالات أكيد. اللي ممكن تتسبب يعني عناصر يعني احنا تسبب يعني مشاكل مع شريك لنا يعني من خارج العراق بصراحه، فيعني انهى المشروع بطريقه يعني سيئه جدا. وهذا طبيعي ايضا جداً. مره ثانيه انت تفتح طبعا 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 المشروع الأطفال. قائم قلت لك، لكن احنا ما نريد الان خلال التجارب اللي مرت ما نريد انه نسوي مشروع وايضا يقف عند محطه معينه. احنا نريد نسوي مشروع كبير جدا يضم اغلب الفنانين، تكون في برامج مهمه، اعمال مميزه نقدمها تحديدا للجمهور العراقي. انا حبيت يعني في هذا المجال وتحديدا في مجال الطفوله يعني اضرب على الوتر الحساس في مجال انه اخلي حصه كبيره للعراق في هذا المجال. بالضبط. اي هذا وانتجت بعض الاعمال اللي هي من التراث العراقي واللي هي الالوان العراقيه، وكان لها حضور كبير. لذلك هلا يا رمانه وغيرها اللي هي الاغاني الشعبيه العراقيه صح؟ وفعلا اشتغلت على هذا الشيء، حتى ريماس بنتي سويت لها الاغنيه اللي هي اني ورده بيضة شكلي جميل كان قبل ايام مواليد حبوش. ايوه. هذا الكليب الان مشاهداته على اليوتيوب تجاوز ال 50 مليون. حبتهم يعني للبنات في مجال الغناء. اي نعم، وهي نجحت يعني ما شاء الله، فهي اصبحت شهرة ريماس اكثر من السياسيين العراقيين. الله يخليها يا رب. الله يحفظها. حرجتني بموضوع الخطوبه اليوم وحتصير لي مشاكل. انا حاكي شيء هو رجع الخطوبه. زين شو بدك انت قبل البرنامج تقول انا يعني فكر اتزوج الثانيه مباشره. زين بس انا هسه انتهت اموري، بس اريد اعرف
يعني من حرجع للبيت مشكله وهاي يعني وضعي تبكت بس اريد جاك مسج شي انا شفتك شبكت بس جيني جاني موقف الحج اللي صار وياك اللي المحرج الحج لو المحرج لا الحج والمحرج الاثنين موقف الحج والمحرج مو اللي صار وياك تقدر تحكي لنا عليه يا هو بالصلاة دكتور هدري مهنة هواي مواقف لا هاي بدت ردي تقول لا هو شوف المواقف كثيرة بصراحة لكن خلينا على باب من دا تصلي والعالم تصور بيك ها هذا في الحرم على شهرة طيور الجنة في وقتها وكانت القناة بأوج عظمتها وإحنا بالمسجد النبوي فجالس أصور أصلي عفوا في دورات لتحفيظ القرآن في المسجد النبوي فأني دا أصلي ما أدري يعني تفاجأت أنه بدأوا شافوني الأطفال جوي كلهم هم وموبايلاتهم يعني بدأوا يصورون تجمعوا بدأ يجون ناس تدرين المعتمرين أو في ذلك الوقت يعني عادة إحنا عندنا طبيعة من نشوف ناس تجمعت على مشهد الكل تجي تتجمع يعني فشافوا واحد دا يصلي واقف لحاله دا يصلي وأطفال وناس يصورون بي فاجوا باكستانيين مصريين جنسيات أخرى أندونيسيين كلها وقفت وهم قاموا يصورون يعني هم في بالهم ممكن إنه هذا الشخص راح يتحول بعد شوي أو راح يصير شيء يعني حتى ما يعرفك إجا يصور هو ما يعرفوني هنود وأتراك وباكستاني كله وقفت تصور تصور بي لا إرادي إنه واحد يعني ما يتمالك نفسه أنهيت الصلاة بشكل سريع إجا الشرطي تجي بالمسجد النبوي أو بالأماكن المقدسة دائما التجمعات يحاولون يفككوها حتى ما يصير أي اضطرابات فإجا أبعد حاج يلا يا حاج إجا علي ايش عندك واقف اطلع يلا ايش تحرك قلت لي اخ انا ما لي علاقه الناس تصور ما اعرف شنو اللي صاير المهم يعني انطردت بأدب يعني سببت ضجه يعني سببت ضجه وكثير من هذه المواقف تصير هذه ضريبه الشهره أي أكيد. دكتور اي اكيد ضريبه الشهره ما تخلينا نطلع ونرتاح ونقعد بمطعم لقب العندليب العراقي جبته من غناء الاطفال لو من الغناء يعني نقول الجديد الفن لا هو من 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 اول ما طلعت بال2005 وشاركت مهرجانات دوليه جمهورنا يعني نفسهم هم والله اطلقوا هذا اللقب يعني مشكورين يعني كثير ان ناس محبين ومتابعين يعني ماكو منافس لك بهاللقب يمكن يعني ما ممكن اي شخص يطلق على نفسه لقب لا انا حاليا يعني اللقب هذا الوحيد شايفين يعني انا متابع اخبار ممكن الفن والفنانين يعني انا اتمنى يعني ان شاء الله اكون قد هذا اللقب يعني ودائما نسعد الناس ونطربهم اكيد اجواء جميله لا شك دكتور على ذكر الطرب سمعنا شيء قبل الختام سمعكم ليش انتهى الوقت؟ لا يعني وقت الفقرة احنا بدنا نظل وقت وياك وقت الفقرة بس اكيد بعد الكواليس حيكون انه قاعدة اخرى ان شاء الله نسمعكم هاي من كلمات احمد هندي ايضا عمل جديد شنو التعاملات كلها ويا احمد هندي حولتها احمد هندي على احداث تفجيرات الكرادة كتب لي كلام بيومها سمعتها الاغنية صحيح ونزلت ايضا الاغنية وعملت جو كثير حلو وجدت بالشاعر احمد هندي هو من الاسماء اللي يكتبون نص بإبداع اللي نص يكتب غنائي. يكتب يعني أنا أسميه المجرم يعني بحق الكلمة وبحق يعني يمتلك من الإحساس المرهف اللي ممكن إنه أعتبر إنه قلمه ما يخطأ بالكتاب أبدا يعني أكثر شعر يمس المشاعر ويمس يعني أنا بالنسبة لي شخصيا كثير لامس يعني مشاعري وكأنه يحاكيني يعني أنا قلت له اكتب لي عن الموضوع الفلاني كتب وكأنه أنا اللي كاتبه فعلا يعني فقريب إلى قلبي جدا يعني فالآن هو كتب لي قصيدة عن الصديق وعن الصحبان وراح تكون هذه أغنية يعني من التشوب العراقي الله لكن نسمعكم موال فقط منها وهي أيضا من إنتاج قناة سامة تشوبي خليه بعدين على الخطوبة ما تكبر الحفلة إن شاء الله نسوي لك إياها الأولى للثانية الثانية ها زين نقول صحبان تالي وكيت بس بالنفاهة هواي صحبان تالي
وكيت بس بالنفاهة هواي احتاجيتهم واختفوا كانوا أمس وياي. الله. كل يوم كل يوم صدمة صدم وشلون بالله بها صدما صدم وشلون بالله بهاي بكب الألف واحد يصيح واحد صدق وفاي. الله. بكل ألف واحد يصيح واحد صدق وفاي رايد لي صاحب كون صاحب صدقي ما يضيعني ولا يضيع الحقي لما نطيح بشدة ويا يلقي مو يختفي ومغلق جهازه تحول. الله. ما لول وما لول وما لول محتاج صحبان بصدق ما لول دلوني دلوني صاير يا الربع ما أندل. الله عليك. الصوت. أسلم هالصوت طلعتنا طبعا دكتور بالأجواء الضغط والمواضيع الجدية يعني الحلقة ويا غير شيء. حبيبي انت والله دكتور. الله يسعدك. بس قبل هم شوية يعني مخرجنا انطيني وكيل ما تقدر تقلد لنا شوية تقلد علي يعني شلون اقلدك انت انا قامل إلا محمد صعب. أيوة تكتفي بأشي صعب والله. صعب. صعب. صب الأجواء الصباحية. لا لا مو صعب يعني أنا أقدر كل شيء. شكرا لك دكتور. حبيبي حبيبي. ونورتنا وزارتنا البركة. أشكرك وأشكر خفة دمك. الله يخليك. ودماثة خلقك الطيب. الله يحفظك يا دكتور. وأشكر أسيل أيضا. يعني على هذه الاستضافة أكيد. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكرا لكم. رحني الحلقة أنا. كل الهلا بيك أكيد دكتور مصطفى العزاوي. نتمنى لك مزيد من النجاح والتألق. وأنا شخصيا أتمنى أنه يوم يعني تفتح فعلا قناة خاصة بالأطفال وعدنا يعني من العراق إن شاء الله يا رب أكون أنا أحد المشاركين. أكيد طبعا أنت صاحبة الامتيازات العظيمة لكن ما أدري المشاهدين يدرون أو ما يدرون هاي وراء الكواليس المواهب فينا الأخرى. أغلب الأعمال اللي تسمعها بصوت الأطفال في طيور الجنة وغيرها من الأعمال القديمة بالذات هي كانت بصوت أسيل يعني بصوت أسيل بصوت يعني ماكو شيء. كل الهلا بك دكتور. شكرا جزيلا لحضورك أكيد منورنا. شكرا.